السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلينا ناخذ فكرة عن تاج آخر اللي هو heading. new file حامل، اكتب هنا مثلا index2.html واعمل enter. لاحظ الآن لو ذهبت للمسار الفولدر الاحظ انه تم عمل index2. هنعمل دبل كليك على index2، طبعا هنا بيشغل على ال، لو جينا هنا لاحظ بيطلع لك الindex2. طيب انا بالindex1 كل اللي احتاجه هذا مثلا كوبي واجي احطه في هذا المسار. طبعا احنا نعرف الان ال HTML والبادي لازم يتم اغلاقها، فنفس الشيء بس نضع سلاش سلاش خلاص الان كل شيء تمام. هنا أنا نجي نقول heading، نعمل سيف، نرجع للصفحة ريفرش سيت. طيب ما هي الهيدنج وانواعها؟ الهيدنج في عندنا h1 h2 h3 h4 h5 h6. فنجي على h1 2 3 4 5 6 h1 2. طبعا هذا يعطي لك الرأسيه للصفحه، الفكره منها انه هذا يكون 2. الفكره منها انه في مرات لما تكتب موضوع معين اسم الموضوع كبيره والمحتوى يكون صغير حتى الشخص مثلا يقرا اسم الموضوع، تمام. هذا هو الهيدنج. طبعا هنا نفس الشيء نحتاج العكس، هنا أنا عندك h3 h4 ايضا ينغلق h5 h6 اوبس سيف. هنجي على ريفرش، لاحظ تكست هيدنج تكست هيدنج. فانت بتختار الشيء المناسب لمقالتك لموضوعك المعين اللي انت تحب انه تستخدمها. طبعا هذا الفيديو قصير راح يكون، حوقفها حتى يكون عنده اسم اللي هو heading.